مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن مستجدات المسار السياسي ومصير المباحثات المرتقبة بين الحكومة والانقلابي. انتهت مباحثات بيال المنعقدة منتصف الشهر الماضي، ولم تخرج بشيء سوى بتحديد موعد جديد للقاء آخر بين ممثلي الحكومة الشرعية والانقلابيين، والذي كان مقررا أن يتم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. لكن حتى الآن لا تبدو المؤشرات تسير في الطريق الصحيح، فزعيم معسكر انقلابيين الرئيس المخلوع خرج في مناسبتين خلال أسبوعين، وكان ملخص حديثه أن لا مباحثات ولا سلام، وهو ما يعني تراجع الانقلابيين عما كانوا قد اتفقوا عليه مع المبعوث الأممي. ليس هذا فحسب، بل ما يزيد من الشكوك حول مصير المباحثات المرتقبة والنتائج المتوقعة منها هو عدم تنفيذ الميليشيا أي من تلك البنود المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين لديها وفك الحصار عن مدينة تعز، كما أنه حتى اللحظة وعلى بعد أيام من موعد انعقاد اللقاء لم يحدد بعد مكان المباحثات القادمة بين الجانبين، مع حديث عن اقتراح المبعوث الأممي لجنيف مكانا جديدا للقاء. ولأجل التغلب على معوقات اللقاء يقوم المبعوث الأممي بجولات مكوكية بين عواصم الإقليم، ربما تشمل أيضا مدينتي عدن وصنعاء مقري السلطة الشرعية والسلطة الانقلابية على التوالي، في محاولة لإعادة الروح إلى مسار السياسي، لكنه لا يبدو أنه سيتمخض عن شيء. قبل البدء بالنقاش سنذهب لمتابعة هذا التقرير، وأيضا سيكون معنا في حلقة اليوم أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة الدكتور نبيل الشرجبي، ومن الشارقة الدكتور عمر عبد العزيز، وأيضا من الرياض الصحفي في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي. إذا نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. من الرياض يطل المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في اجتماع يضم الجانب الرسمي. اجتماع يأتي في خضم حراك سياسي قائم منذ أشهر لإحياء العملية السياسية المشوهة أصلاً، أو التي مثلت بها الجماعة الإنقلابية وحليفها الرئيس المخلوع، وتريد العودة بها متهالكة ومنقصة في أفضل الأحوال بعد أن أصيبت في مقتل في 21 سبتمبر قبل الماضي عندما اجتاح الحوثيون صنعاء. أقصت الجماعة الانفرادية جميع الشركاء، زجت بالمعارضين في المعتقلات وسممت الحياة السياسية تماما، بينما دفعت بمقاتليها إلى كل مدينة وقرية في البلاد، وكان من ضمن ما أقدمت عليه نسف الاتفاقات والجهود المبذولة إقليميا ودوليا الرامية لحل الأزمة اليمنية داخليا. الحرائق التي أشعلتها الميليشيات لم تنجح عدة محاولات سياسية على إخمادها، آخرها كان في مدينة بيال السويسرية، إذ رفضت الجماعة إطلاق سراح المعتقلين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز المحاصرة، بينما تواصل القتال في تعز والبيضاء وشبوه وتحاصر أغلب محافظات الشمال كسلطة أمر واقع. جولتان من مفاوضات جنيف إذن لم تغير من الواقع في الداخل شيء. بعد عقد طرفي الصراع أحدث جولة في محادثات السلام في ديسمبر المنصرم، لكنهما فشلا في التوصل لحل سياسي ينهي القتال الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين. حينها حمل كل طرف الآخر إفشال المحادثات، واليوم يجري الحديث عن جولة جديدة مرتقبة قال بشأنها مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني إنها أرجئت إلى نهاية يناير. الجولة الثالثة إن كتب لها أن تتحقق بدأت، إذ تشهد تحركات حثيثة للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ الذي من المقرر أن يزور صنعاء وعدن بعد لقائه مسؤولين خليجيين بارزين في إطار المشاورات الجارية. لكن وفق الرؤية القديمة، وقف إطلاق النار وتسليم السلاح ورواية الأطراف المتكررة أنها تريد إخراج البلاد من محنتها، بينما لن تتعدى اللقاءات والتقاط الصور والعودة أدراجها، كما أن العودة الجديدة في إطار المساعي القديمة في لحظة ما يزال الوضع يراوح مكانه. الملف السياسي لهذه الأزمة إذن صار مجرد صور ولقاءات ومشاورات للخصوم لم تفضي اجتماعاتهم إلى أي شيء، وما يجري فقط تقديمه للعالم صورة أخرى عن الاصطفافات الإقليمية التي تقف الأزمة اليمنية اليوم كإحدى المحاور الأساسية فيه، ويجري السباق بين الرياض وطهران على حسم المعركة على أرض محايدة تماما هي اليمن.
عدنا معكم مجددا مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للبحث عن مصير محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين الحوثيين. أبدأ حلقتي مع الدكتور نبيل الشريبي، أستاذ إدارة الأزمات في جامعة الحديدة. مساء الخير دكتور. أسعد الله مساءك. أهلا دكتور بك معنا في هذه الحلقة. بداية دكتور، هل تعتقد أن هناك توجه جدي هذه المرة للقاء جديد للبحث عن حل سياسي، بالتأكيد في ظل تصعيد ما يدور على الأرض بين ميليشيا الحوثي وبين الحكومة الشرعية؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. أنا في اعتقادي أن هذه الجولة سترحل إلى موعد غامض وربما موعد بعيد. نحن لو عدنا إلى الخلف قليلا ورأينا في بداية هذا العام 2016 صدر بيان عن مجلس الإغاثة التابع للأمم المتحدة، والذي أشار إلى فشل أو إلى رفض جماعة الحوثي إدخال المساعدات، وهو الشرط أو البند الأول الذي كان اتفق عليه في المحادثات السابقة في جنيف لكي يكون منطلق لبداية المحادثات القادمة. الأمر الآخر أيضا كان أيضا قد طلب الإفراج عن بعض الأسرى أو بعض المسجونين السياسيين لدى جماعة الحوثي، ولم يلتزم بهذا الشرط. في اعتقادي هذا التأجيل كان لابد منه في ظل هذه التطورات أو هذه المعطيات السابقة التي لم يلتزم بها طرف معين، ومن ثم الطرف الحكومي لن يغامر في الذهاب إلى هذه المباحثات دون أن يكون هناك التزام أو حتى حسنية من الطرف الآخر. الهدف الأساسي من هذا الأمر هو ربما أنه ما زال هناك قناعة لدى هذه الجماعة أنها ما زالت تستطيع أن تفرض واقعا ما على أرض الميدان، هو ما قد يجبر الطرف الحكومي أو من يقف معه إلى محاولة تقديم مزيدا من التنازلات في المباحثات بين الطرفين. منازلات من جانب الحكومي يعني دكتور، هذا ما تريد أن تؤكد عليه؟ نعم. لماذا؟ سيدي العزيز، الحكومة الآن تفاوض من مصدر قوة، المقاومة تتقدم، العديد من المحافظات تم تحريرها، الرئيس والحكومة متواجدون في عدن، يعني هناك عناصر القوة الآن بدأت يعني زمام المبادرة بيد الحكومة الشرعية، وكذلك لديها كما تعلم القرار الأممي 2216 والذي باتفاق مجلس الأمن الدولي. سيدي العزيز، العملية التفاوضية أو مناهج البحث في العملية التفاوضية ربما قد يختلف كثيرا عن كثير من الكلام الذي نردده أو عن ما قد تبدو الصورة أنها أمامنا. نحن لو عدنا لكافة التصريحات السابقة التي كانت الحكومة اليمنية أعلنتها وقوات التحالف وكل من كان في صفهم عن أهمية تعز الاستراتيجية والخطيرة وأهمية تعز الذي ستغير في المشهد السياسي وفي المشهد العسكري، والأهمية التي تكمن في عملية تحرير تعز في الضغط على الطرف الآخر، ظل هذا تهريج سياسي من قبل الحكومة والأطراف المساعدة لها من قبل التحالف الدولي، بينما الطرف الآخر وهم الحوثيين وطرف صالح أخذوا هذه الأمور بشكل جدي وعملوا على مسك ورقة تعز كورقة قوية جدا، استطاعوا من خلالها أن يفرضوا كل شروطهم حتى اللحظة هذه. ومن ثم كان الطرف الأول وهو الطرف الحكومي يناور في هذا الكلام وفي تحرير تعز، بينما الطرف الآخر هو من قام بعملية تطبيق حقيقي لهذا الأمر، والآن الورقة الذي في يده ربما لا أبالغ إذا قلت أنها تساوي كل ما حرر في اليمن، بل إن ورقة تعز ما زالت هي أقوى وأكبر من كل ما تم تحريره إلى اليوم. يعني دكتور، لو تم تحرير تعز باعتقادك ستتغير مجريات المفاوضات؟ أنا في اعتقادي لن تكون هناك مفاوضات، ولكن سيكون هناك استسلام وانتهاء لهذا المشهد العبثي. إذن دكتور ابقى معي واسمح لي أن نشرك معنا في الحديث من الرياض الصحفي في الرئاسة اليمنية سيد مختار الرحبي. مختار، مساء الخير. اهلا وسهلا ومساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام ومشاهدي الكرام جميعا. اهلا بك مختار. بداية، ولد الشيخ في الرياض للقاء وفد السلطة الشرعية، ربما مسؤولين سعوديين، ربما شخصيات اجتماعية وسياسية يمنية متواجدة في الرياض عن للمباحثات حول الحديث حول المباحثات المرتقبة. هل باعتقاد يعني اذا تكلمنا عن اهم النقاط التي سيتحدث وسيبحثها ولد الشيخ، ما هي؟
نعم هناك جملة من القضايا حقيقة سيتم تناولها أو بالأصح تم مناقشة كثير من القضايا من خلال لقائي بوقت الشرعية وكذلك بالمكونات السياسية المتواجدة في الرياض. طبعا زيارة الولد الشيخ تتركز في يعني الأهمية الأولى تحديد الوقت أو الوقت الزمان والمكان للمشاورات القادمة التي كان من المزمع عقد في 14 من يناير الجاري، ولكن يبدو أن المشاورات سوف تتأخر أو سوف يتم تأجيلها إلى نهاية الشهر الجاري لكي تستكمل الإجراءات والتحذيرات والمشاورات النهائية مختار. في جنيه. سيد مختار، يعني قبل البدء بالحديث عن تحديد مكان وانعقاد المفاوضات القادمة، يعني ما تم الاتفاق عليه في بيال السويسرية مع ميليشيا الحوثي والمخلوع، يعني من أهم النقاط فك الحصار عن تعز، وأيضا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأيضا يعني المعتقلين لجوانب سياسية أو ما شابه ذلك، لكن حتى الآن الميليشيا لم تلتزم ولم تنفذ أي من هذه النقاط من باب حسنية للدخول في مفاوضات جديدة. إذا كيف ستذهب الحكومة لمفاوضات هي يعني تبدو أنها يعني فاشلة مثل سابقتها؟ نعم، أولا بالنسبة للمشاورات هم فعلا لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه في مدينة بيار السويسرية، ولكن الذهاب إذا كان سيتم هو من أجل تعرية الميليشيات الانقلابية أمام المجتمع الدولي بأنها مع أنها التزمت بفك الحصار عن تعز وإدخال قاعدة الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف إطلاق النار، لكنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وبما التزمت به أمام المبعوث الدولي. نعم، الذهاب إلى المشاورات القادمة هي أيضا لتعرية هذه المجدة التي ألا يكفي. نعم سيد مختار، نعم سيد مختار، نعم ألا يكفي مؤتمر جنيف واحد وأيضا مؤتمر بيال وأيضا كل الاتفاقات يعني التي تم إبرامها مع ميليشيا الحوثي والمخلوع، ألا تكفي لتعرية الميليشيا إلى حد الآن؟ كل هذه الاتفاقات التي تنقضها وكل هذه المؤتمرات لم تعري الميليشيا حتى اللحظة، حتى يعني نذهب لمباحثات جديدة قد يعني تبدو ملامحها فاشلة. أولا دعني أقول صريح معك أن الميليشيا الإنقلابية ما ذهبت إلى مشاورات جنيفية إلا لأن التموضع اختلف، و يعني التحرير الذي حصل لكثير من المناطق والتموضع للشرعية الدستورية في اليمن اختلف تماما، لذلك ذهبوا للمشاورات وهم كانوا قبل ذلك يرفضون حتى ملف السياسي وملف المشاورات. بالتالي الذهاب الحكومة تتعامل مع المجتمع الدولي وتتعاطى مع المجتمع الدولي الذي يدعو دائما إلى الحل السلمي وإلى أن يتم حل المشكلة عبر الحل السياسي، بذلك الحكومة تتعاطى مع مجتمعها الدولي ومع المجتمع الدولي والإقليمي وتبدي حسنية وتبدي مرونة في هذا الملف، لكن نعم. يتم تعرية هذه الميليشيات الإنقلابية نعم. من خلال الذهاب والجلوس معها وبحضور المبعوث الأممي. نعم مختار، ذكر الدكتور نبيل الشريبي وهو الآن يعني معنا على الخط بأنه لا قيمة لأي انتصار تحققه الحكومة الشرعية في أي منطقة أخرى ما دام تعز تحاصرها ميليشيا الحوثي وتحكم السيطرة على كل منافذها. أنا أتفق مع الدكتور أن تعز هي نقطة الارتكاز، وأن تعز هي التي تتقسم ظهر الميليشيات الانقلابيه في حال انه تم تحرير هذه المحافظه الصامده. بالتالي الميليشيات الانقلابيه تتخذ من مدينه تعز ومن ابناء مدينه تعز التي تحاصرهم فورق الضغط في المفاوضات سواء الماضيه او التي ستجرى بعد ايام. بالتالي مدينه تعز حقيقه هي المدينه التي يرتكز عليها الميليشيات الانقلابيه ويقومون بالتضييق الخناق عليها، ولكن في الطرف الاخر لا نخفي ولا نتجاهل الانتصارات التي تم تحقيقها في مارب في محيط محافظه صنعاء في المحافظه الجنوبيه، كلها اوراق ضغط يتم استخدامها على الميليشيات الانقلابيه. نعم. وتم جر الميليشيات الانقلابيه جرا رغم عنفها الى المشاورات والى جنيف الدين. نعم مختار ابقى معي، اعود الى صنعاء مع الدكتور نبيل. دكتور نبيل، اذا نظرنا الى ظهور الرئيس المخلوع مرتين خلال اسبوعين تقريبا، اكد في خلال خطاباته التي ظهر فيها بانه لن يذهب للمباحثات مع
الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية، ولكن سيذهب للمباحثة مع المملكة العربية السعودية فقط. نعم، الخطابين الأخيرين التي ظهر فيهم صالح بالفترة الأخيرة تدل على شيئين. الشيء الأول أنه أصبح يبحث عن حل شخصي له فقط لا غير، وليس حلا لليمن بشكل كامل أو للصراع اليمني أو الأزمة اليمنية. لكنه لا زال يهدد، اسمح لي دكتور، لا زال يهدد ويتوعد بأن المعركة لم تبدأ بعد وسيقاتل حتى بالكلاشينكوف والخناجر. نعم، هو يدرك منه من وراء هذه التصريحات هي عملية الضغط على الطرف الآخر ليوافقوا على الأمر الآخر، وهو المباحثات المباشرة مع المملكة العربية السعودية. هو يدرك تماما أن كل الحلول التي قد تنجي صالح من كل هذه العقوبات وهذا الاجتماع الدولي عليه هي في يد المملكة العربية السعودية، ومن ثم هو ذهب مباشرة لطلب هذا الحل، مدركا أن هذه الدولة هي تمتلك تقرير مصير هذا الرجل بغض النظر عن كل القرارات الدولية التي صدرت أو التي ستصدر أو حتى التي أجبرت أو وضعت اليمن تحتها. تظل من وجهة نظر علي صالح أن المملكة العربية السعودية هي الأقدر على تقدير كثيرا من الظروف ووضع صالح حتى في المستقبل، بمعنى هو الآن يريد أن تكون هناك صفقة أخرى تعمل على إخراجه، ومن ثم هذه التهديدات وهذا التصعيد في الخطاب السياسي ليس إلا ضغطا سياسيا على الطرف السعودي أو الأطراف المتحالفة حتى تأخذ مثل هذا الأمر بجدية وترضخ هذه الدول للدخول مباشرة في حوار مع صالح. نعم دكتور، يعني هل نستطيع القول أو تعتقد بأن فرصة حصول صالح على مخرج آمن له من قبل المملكة العربية السعودية بات موضوعا صعبا ولا نقاش فيه بالنسبة للمملكة، أم لا زالت هناك فرص ممكن لو رضخ لها صالح ممكن يعطى هذه الفرصة؟ العمليات العسكرية ربما أخذت وقت وربما طالت وربما انحرفت في أحيان كثيرة عن مسارها الحقيقي وربما عن تحقيق نتائج باهرة جدا. الخشية من إطالة مثل هذه المعارك العسكرية، إطالة أي حرب أو إطالة أي أمد أي صراع سياسي، هو يجعل من تدخل أطراف أخرى خارجية كثيرة جدا، يصعب كثيرا من الأوضاع ربما التي لم تكن متواجدة الآن، أوضاع إنسانية، حقوق إنسان، تدخل. في حال ما إذا تم مثل هذه الإطالة ربما يكون هناك حشد جديد من هذه التدخلات قد تعمل على زيادة الفوضى في هذه المنطقة، الأمر الذي قد يجبر كل الأطراف على قبول ببعض الحلول التي كانت ترفضها في السابق. وأنا أخشى من أن يصير هذا السيناريو إذا طالت أمد الحرب وإذا لم يتم حسم بعض المعارك العسكرية بشكل سريع جدا أن تصبح عندنا ما يسمى حالة السيولة، ومن ثم يصبح عملية السيطرة على الوضع العسكري في اليمن من الصعوبة بمكان، فتضطر هذه الأطراف المتصارعة إلى إيجاد حل سياسي ربما يأتي في غير صالح الشعب اليمني الذي كان يأمل من الخروج من هذه الأزمة أقلها بعدم تكرار مثل هذه الصراعات أو مجلس الصراعات أو تكرار صعود مثل هذه الميليشيات في المستقبل لتعيش اليمن وضعا طبيعي مثلها مثل بقية الدول الأخرى. نعم دكتور، كما تعلم بعد يومين ستكون هناك جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في مدينة تعز، هل تعتقد بأن يعني مجلس الأمن في جلسته المقبلة له علاقة بمسار المحادثات وأيضا الضغط على ميليشيا الحوثي والمخلوع لفك الحصار عن تعز أم لا؟ سيدي دعني أكون معك صريحا وشفافا، نحن كنا نعتقد أن العمليات العسكرية هي ربما من ستقوم بالدور الأكبر والضاغط تجاه جماعة الحوثي، وربما قد لا توجد أي وسائل ضغطية أخرى أكثر إجبارية من الوسائل العسكرية. ربما إلى اليوم ما زالت العمليات العسكرية لم تجدي نفعا في ضغوط مع جماعة الحوثي. هذا يجعلني أقول إن مجلس الأمن الدولي ربما قد يذهب إلى صدور بيان رئاسي أو حتى قرار ركيك جدا
لكنه سيتضمن البنود الأساسية، أنه يحافظ على وحدة اليمن، وأنه يحارب التنظيمات الإرهابية، وأنه سيقف مع اليمن، وأنه يطلب من الأطراف مزيدا من التنازلات من أجل الوصول إلى حلول سياسية، وقد يشير إشارة عابرة إلى مسؤولية الأطراف المتصارعة في حل الأوضاع الإنسانية في تعز، دون أن يقوم مجلس الأمن أو الأعضاء الدائمين بدور فاعل في هذا الملف وإنهاء الأزمة الإنسانية المستعصية المتواجدة داخل تعز، وهي عار وجبين على كل أحرار العالم وعلى كل دول العالم وعلى الحكومة أولا وعلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بما فيها الأمم المتحدة نفسها. أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة الدكتور نبيل الشرجبي، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مختار الرحبي إلى الرياض. مختار، إذا شدد الدكتور نبيل على أهمية فك الحصار على تعز، على أهمية تحرير تعز، وستتغير يعني مسار المباحثات بالتأكيد، بل ستستسلم كما ذكر الدكتور ميليشيا الحوثي وتنصاع لكل القرارات التي له. إذا يبدو قطعنا الاتصال بالسيد مختار. إذا إلى أن يعود السيد مختار الرحبي، وبالتأكيد سينضم إلينا الدكتور عمر عبد العزيز عبر الهاتف من الشارقة. إذا نحن أمام مفاوضات جديدة يبدو أنها ملامحها فاشلة، لأن ميليشيا الحوثي لم تلتزم بمقررات جلسة بيال الأخيرة والتي اتفق الطرفان، وأبدت الميليشيا والرئيس المخلوع وعود لولد الشيخ ولمجلس الأمن بأنها ستقوم بإبداع حسنية من خلال تنفيذ أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها في هذا المؤتمر، وهي فك الحصار عن تعز. لكن للأسف الشديد تعز لا تزال في حصار خانق، لا زال الناس حتى أدنى الخدمات الطبية وهي الأكسجين، الناس تموت في المستشفيات، لا يستطيعون الحصول على مادة الأكسجين فضلا عن المواد الغذائية، فضلا عن الخدمات، ويبدو أنهم أكثر يعني حاجة للمواد الطبية والأساسية والغذائية في هذه المدينة المنكوبة، والتي للأسف الشديد أشهر من المعاناة ولم يتم الاستجابة لمدينة تعز ولا حتى التخفيف من معاناتهم. أيضا الآن عاد إلينا مختار عمر، دكتور عمر، مساء الخير دكتور عمر. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور، كان معنا في المحور السابق الدكتور نبيل الشرجبي، وتحدث وشدد على أهمية تحرير تعز وبأنها النقطة الأهم التي عن طريقها ستتغير كل المباحثات السياسية، بل ستستسلم الميليشيا ويعني إن تم تحرير تعز. يعني الآن محطة ثالثة دخلت الحكومة الشرعية يقودها ولد الشيخ نحو حل سياسي، في كل محطة يكون التحضير لها كما لو أن المسار ابتدأ معها، إلى ما يشير هذا بالضبط دكتور؟ المسائل في حالة مراوحة حقيقية وتتطلب مبادئات حقيقية واستراتيجية، سواء بالمعنى الميزاني العسكري أو بالمعنى السياسي للكلمة. وفيما يتعلق بتعز، كلنا مرارا وتكرارا وغيرنا من المراقبين السياسيين العليمين بالشأن اليمني الداخلي أن تعز هي خاصرة كبرى لليمن، وهي ميزان الشوكة فيما يتعلق الحل سواء كان حقيقيا أو سلبيا. ولهذا السبب أنا أعتقد أنه لا مفر أمام الحكومة الشرعية من القيام بمبادرة استراتيجية فيما يتعلق بالمسألة المرتبطة بتعز، وأنا أعتقد أنه بناء على تداول الأخبار والتداول الأخير بين الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه الأستاذ بحاح، أنهم سيعطون أولوية الآن لتعز وللمكلا بحضرموت. نعم. هذا ما رشح من الأخبار التي يتم تداولها. وفي كل الأحوال أنا أعتقد أنه من الضرورة بمكان أن تحل مشكلة تعز من خلال عمل جوهري ومركزي، لأنني أعتقد أن أحجار الدومينو ستتساقط واحدة تلو الأخرى إذا ما تم السيطرة على تعز. نعم. دكتور، يعني بالنسبة لطرف الميليشيا والرئيس المخلوع يبدو أن أجندتهم واضحة، وبأنهم يعني الرئيس المخلوع يعني كان في خطابه بالأمس يتحدث بأنه لن يذهب بأي مفاوضات مع الرئيس عبد الرب منصور هادي أو الحكومة، وسيذهب للتفاوض مع المملكة العربية السعودية يعني رأسا إن حدثت هناك أيضا يعني محادثات. أيضا في المقابل ميليشيا الحوثي يعني الجميع يعرف مقدار ما يعني وعودها الكاذبة التي تتنصل معها مع انتهاء كل اتفاق. إذن المجتمع الدولي الآن ما الذي سيقدمه وما الذي سيعمله أمام عودة الحل السياسي لليمن؟
أولا فيما يتعلق بالرئيس علي عبد السابق علي عبد الله صالح كلامه، وأنا سمعت بالأمس ماذا قاله، كلام فيه ارتباك كبير وفيه درجة كبيرة من التناقضات، وأنا وكلام يشي بإفلاس سياسي حقيقي وبارتباك معنوي واضح المعالم وبدرجة كبيرة من الرجرجة وغير الوضوح. هذه واحدة. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، هنالك حرص من المجتمع الدولي على أن يتم تغليب العملية السياسية بناء على المرئيات المرعية منذ المبادرة الخليجية وما تلا المبادرة الخليجية، وتبعا لذلك ما زال الموقف الدولي من حيث الجوهر والأساس واحدا في تقديري الشخصي، لكن المجتمع الدولي أيضا لا يستطيع أن يقوم بمشاركة مباشرة في العملية العسكرية، ولهذا السبب ينتظرون حلا عسكريا على الأرض، وهو أمر منوط بالدرجة الأولى بالحلفاء والشرعية. وفي تقديري الشخصي أن المجتمع الدولي ما زال يتداعى مع العملية السياسية بناء على التفاهمات اليمنية الحكيمة القائلة بضرورة الانتقال إلى دولة يمنية وباستمرار العملية السياسية على قاعدة ما وصلت إليه بعد مؤتمر الحوار الوطني. نعم. وهذا هو جوهر الموقف الدولي في تقديري الشخصي، بغض النظر عن بعض التباينات التكتيكية البسيطة. نعم. التي تطب في مجرى الجهود التي تبذل من أجل تسوية سياسية. نعم. الدكتور ابقى معي، أعود إلى مختار الحبيب، كنت يعني قد تحدثت معه لكن فقدنا بالاتصال، عاد إلينا من جديد. مختار، عودة يعني أخيرة لك من جديد، يبدو أن يعني حتى الدكتور عمر عبد العزيز شدد على أن يعني الوقائع على الأرض والتقدم على الأرض هو من سيعجل بأي حل واستسلام من قبل ميليشيا الحوثي وأيضا الرئيس المخلوع. الآن قائد المقاومة الشعبية والعديد من أفراد المقاومة في عدن، وهناك التقوا بالرئيس عبد الرب منصور هادي بالأمس، رئيس الحكومة نائب الرئيس زار عدن وتحدث وصرح بأن هذه الزيارة من أهمها هي طريقة المباحثات حول فك الحصار عن تعز. ما هو أمام قوات التحالف وأمام الرئيس والحكومة من يعني عائق في دعم المقاومة تحرير تعز، فك الحصار، وستكون هي الورقة الرابحة من أجل الدخول لأي مفاوضات وستجبر الميليشيا كما ذكر ضيوفي الكرام قبل قليل؟ نعم، أولا ما يحصل من حراك للمقاومة الشعبية وقيادات المقاومة الشعبية هو إعادة ترتيب للأوراق وبنفس الوقت انتخاب للقيادة أو لنقل تزكية قيادة لقيادة المقاومة في مدينة تعز تحت إطار واحد ومسمى واحد وقيادة واحدة، وهو منطبق عنه الإعلان للقيادة العسكرية وقيادة الألوية، وهو ترتيب لأرض الميدان، بالتالي سينعكس ذلك على أرض الميدان. أيضا هناك قوات من المقاومة الشعبية تم تدريبها حاليا في العند وفي مدينة عدن، بالتالي هناك تجهيزات حقيقية وهناك نية مؤكدة أن رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية وقوات التحالف وأيضا قيادة المقاومة في مدينة تعز تقوم بتجهيزات للعودة وبقوة وفك الحصار، وفي نفس الوقت تطهير مدينة تعز من الميليشيات الإنقلابية، ولعلها ستكون المعركة النهائية والأخيرة لدحر الميليشيات الإنقلابية من مدينة تعز وأيضا من المناطق والمحافظات القريبة منها، لأننا نعرف أن مدينة تعز هي مرتكز للميليشيات الإنقلابية لثلاث محافظات وليس لمحافظة. نعم. واحدة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة إلى الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، إذن يعني كما تعلم يبدو الكثير للأمانة بات لا يصدق أي تصريحات أو سواء من قبل التحالف أو من قبل الحكومة أو من قبل الرئاسة بجدية تحرير مدينة تعز وفك الحصار عنها. هذه المرة يبدو أن الأمور أكثر جدية، تحدث نائب الرئيس، تحدث الرئيس، تحدث عسيري في آخر مؤتمر صحفي له بأنهم أمام معركة يرتب لها بشكل كبير جدا وهي تحرير تعز. هل تعتقد بأن هذه المرة سيصدق التحالف وتصدق الرئاسة والحكومة في جدية تحرير تعز؟ أعتقد هنالك جدية لإعطاء أولوية مركزية لتعز الآن من قبل التحالف العربي أيضا، والشاهد على ذلك هو التقدم الميداني على خط البحر الأحمر وخاصة مدينة ميدي وما يجاورها من مناطق. الجانب الثاني أيضا تصريحات قائد المقاومة تعز المخلافي التي تدعو إلى عديد من التفاؤل، وخاصة وأن هذه التصريحات ناجمة عن تداول الرئيس عبد الرب منصور هادي
ومع الشرعيه بالمعنى الواسع للكلمه. بمعنى اخر انا اعتقد ان هنالك الان ادراك عميق لاهميه تعز ومركزيه تعز في معادله الحل السلمي والحل العسكري في عالم واحد. نعم. وبالتالي قد نتوقع خلال الايام القليله القادمه انفراج بمعنى الايجابي للكلمه، اي تحرير تعز من قبضه الميليشيات وحصار الميليشيات. نعم دكتور، هذه الانفراجه من وجهه نظرك ستكون عسكريا ام سياسيا؟ ما الذي سيتغلب على الاخر في ظل المسار الان اللي تقوم بها الامم المتحده؟ نعم. نعم، هي كلاهما وجهان لعملة واحدة، لكن المسألة العسكرية الآن أصبحت هي المسألة الأكثر أهمية والأكثر حسما، خاصة وأن ميليشيات الحوثي ومناصرهم ليسوا في وارد التداعي الحر مع العملية السياسية، ليسوا في وارد القبول بالعملية السياسية، أنهم يتأبون على الحقيقة الموضوعية وليس على مخالفة الخصوم فقط. الحقيقة الموضوعية التي تقول بأن اليمن لا يمكن أن تعود إلى الوراء، وأن اليمن لابد أن تتطور وأن تتقدم إلى الأمام، وأنها لابد أن تنتقل إلى شكل الدولة العصرية المركبة التي يستحقها اليمنيون، وتتناغم مع كامل القابليات والمقدمات التاريخية لهذا البلد الكبير. أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والكاتب والباحث الدكتور عمر عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي الذين كانوا معي في حلقة اليوم، أستاذ إدارة الأزمات بجامعة الحديدة الدكتور نبيل الشرجبي. الشكر أيضا للصحفي في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي، وأيضا الشكر للدكتور عمر عبد العزيز كان معنا عبر الهاتف من الشارقة. الشكر لكم على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة من زوايا الحدث. إلى ذلكم الحين، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.